السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ العوشه المباركه، يا ربي تخرج بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم بغيت ندير الطعام في هذه العواشر، قلت علاش لا مشاكوش مع البنات باش يمضوا حتى هما ان شاء الله ويجدوا هذا الطعام ان شاء الله راه فيه الاجر. عندي هنايا حبه الطوماط مقطعه بالقشره كما عودتكم عليا تنديرها بالقشره. عندي جوج حبات ديال البصلات مشلطين، عندي اللفت ثمن ديال نص كيلو ديال اللفت، جوج ديال الحار فلفلات الحار، عندي الحماص، عندي السمن، عندي الكاس ديال اتاي ديال الزيت الروميه مخلطه مع البلديه، عندي المعدنوس والمقدنوس، عندي خيزو ولا دي كاروت، عندي الكورجيت، عندي القرعه حمراء، عندي ربعه ديال الحبات ديال المطيشه محكوكين، هما التوابل، عندي البزار معلقه ديال البزار، معلقه الخرقوم البلدي ملح على حسب الذوق ديال المعلقه، ولكن دابا نذوق ونشوف. معلقه ديال السكينجبير، عندي جوج فراج اونص ان شاء الله غادي نطيب، غادي نطيبوه ان شاء الله، نطيبوه انا معكم نتوما كتشوفوا حتى الاخر باذن الله تعالى. دابا غندوزو لطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقه التحضير ان شاء الله البنات، الزيت بسم الله، نزيدو شويه النار باش ما نخليوش الزيت تحمى. البصلة بسم الله، والحبة ديال المطيشة ولا ديال الطوماط بالقشرة، يقول يا البنات كي الطعام كيكون واعر واعر. كيفاش كتكون لاصوص كطلع، لاصوص كطلع كتحمق، لا من الذوق لا من الشوك لا من كلشي. حطوه شتي كيفاش كيجي ان شاء الله. غادي نخلي ندير شويه تقليه ديال اللحم، كنتمنى البرمة تهزي، البرمة راه كبيرة، لكن كنتمنى ان شاء الله تهزي الفرشة. بسم الله الرحمن الرحيم، صغار تهزهم يبداو يضربو هنايا في البرمة، ضيق شوي ولكن ماشي مشكل، غير غادي يبدا يطيب غادي يبدا اللحم يتجمع. توابل البنات، بسم الله. كتبعتوها الطريقة يا البنات، كلشي كيعرف يدير السكسو، أنا غادي نوريكم طريقتي. هاد الطوماط هادي بالقشرة هادي واعرة، ديال المعلقة ديال السمن، السمن اللي صاوبت معاكم، نتمنى تشعلو غادي تشوفو كامل القناة. غندير ميلونج، نستعمل شي شراب، غندير ما تبارك الله كبيرة، خاصني كرسي باش نطلع باش نتقابل بيه، تبارك الله كي دايرة، شي شطب، إن شاء الله غادي تقلى مزيان ونقلبو. غادي نرجع معكم ان شاء الله. كنقلبوا، شفتوا كنقلبوا دابا بيديا قبل ما تكون لاصوص حيت البرمه غارقه. فوالا خصو يشرب كاع من هنا ومن هنا. دابا غنمشي نزف الطعام. دابا عندي جوج كيلو ديال الطعام غادي نفسقو، شويه ديال الزيت، المائده غير شويه، هاد السكسو يا البنات يا الصدقة ان شاء الله يا ربي. ما نعرف واش غادي نسقيه معاكم ولا لا، صراحه هذا ما غاديش يتكل عندي في الدار،
ما غادي نصيفطو شي حد ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تحمسكم وتنوضوا نتوما ديروا الطعام تعطيوهم الناس محتاجين. عندي هنا الماء، ما بارد عادي، ثم كتسمعوا البرمه، اللحم كيتسقلى الدجاج ديالنا. سمحوا لي الا كنت شي وحده كتوحم، سمح لي، الله يفكها بخير وعلى خير. ولا بغات الطعام وكانت قريبه ليا نديرو ليها على راسي وعينيا، وانا البنات غنخليه يرتاح وغادي نرجع معاه. دابا غنمشي ل نشوف الدجاج اش كيبقى مسكين كيتقلى. دابا كما كتشوفوا البنات تقلى، غادي نخوي عليه الطوماط ولا الريشان باش ما نديرش الماء، حيت ديك مطيشه اللي كندير في الجلده فريمون ملي كيتقلى مع الدجاج كتطلق الجلده كلها في الوجه. فوالا كما كتشوفوا من الاول كيبان لكم الريزولطا راه غيطلع زوين. غادي نقلبوا على السدر، البرمه شويه مضيقه فيها جوج فرغرج، فوالا مزيان. فوالا دابا غادي نخليه عاود يزيد يتقلى. سمحوا لي غندير لكم واشيش حمص ان شاء الله يطيب الحم شويه كيشد الطياب، خليه يزيد يتقلى مع تقلى ليا مزيان باش ندير الخضر بالليل. عاد ندير الخضر، نخليكم ترجع معكم. هو من بعد ما شرب البنات دابا غادي نديرو في الكسكاس باش يطيب. بسم الله صافي، غادي نعاودو بالماء، كنبغيش نعطيه الماء بزاف في الاول، نعاودو بالماء والملحه. ان شاء الله يا ربي يدخل علينا العواشر لينا وعليكم بالصحه والسلامه اش متمنيتو. انا هكا كل رمضان سندير هاد الطريقه هادي كتابي لله ربي. بغيت ان شاء الله ما كنتش غير غادي نحطها لكم، بقيت ان شاء الله حتى نتوما ان شاء الله نوضوا ديروا ان شاء الله تفرحوا بها الناس اللي باغيين نيت ياكلوا هاد الطعام، تديو دعوة الخير. علاش لا ما نحفز شويه البنات الحاجه، نحطها للبنات ما نخبي عليهم حتى حاجه، ان شاء الله نديرو يطلع مكفوه. هما البنات من بعد ما تقلاو مزيان كما كتشوفوا، ما درت ما زدت لا الماء لا والو، شوفوا لاصوص كيفاش دايره كما قلت لكم على هذيك. شوف تجي خاطره ديك الطوماط بالقشره ولا بالجلده. دابا غادي بلل بالماء، الماء طايب بسم الله الرحمن الرحيم، هنا باش ما نزيدش كاع الماء. فوالا ها انتما كيما كتشوفوا لاصوص كيما كتبان ليكم. دابا غادي ندير الخضار، ندير الخضره اللي كتشد شويه الطياب بسم الله، ديال الخيزو هي اللي كتشد شويه الطياب. ثم كيما كتشوفوا درت الماء وما بانش لكم بلا لاصوص جاريه ولا شي حاجه، مع هاد حبه الطوماط بالجلده كتجي رائعه. الحين الدجاج كيطيب دغيا، نديرو اللفت، اللفت كتعطي الريحه زوينه في الطعام. كنتمنى كيبان لكم كلشي، و التبزيره اللي درنا ولا التوابل على حساب الذوق، ذوقوا الا كانت الكونتيتي كبيره بحال هكا زيدوا، الا كانت قليله ما ديروش داكشي اللي درت انا، ما ديروش داكشي، ديروا غير شويه على حساب السكسو اللي غتوجدوا.
ندير الخضره اللي كتشططي بالزيت. تبارك الله هاد البرمره غارقه كتهز. هو الدجاج غير ما تحركوه لا والو، نغيضيه ما يخسر ما يطرى له حتى حاجه. باش الخضره نهزوها من الفوق ونهزو الدجاجه ديالنا. فوالا غادي نزيد الخضر الباقي. كورجيت هي دغيا كطيب. نجيب الرقة ديال الدلوس، الدلوس الحار هو اللي ان شاء الله يطيب مزيان باش طلع ديك لاصوص فوق الخضرة. من بعد ندوق نشوف واش غادي نزيد واش ما نزيدش. ان شاء الله نتلاقاو. هانتوما البنات، دابا غادي ندير جوج طماط البنه ها هما كتشوفوا تاع الدجاج. بسم الله بسم الله، مزيان على الخضر باش كيجيو بنان. بالمناسبة يا البنات رزت شوية ديال البزار بالفلفل الأسود. جوسبيغ يبان ليكم افيك لافابور، ماعرف كيبان ليكم ولا لا. نحرك طبعا كيجي بنين البنات. ماشي هيدكم البنات، غادي ندير عامل فور كسكاس ها نتوما ها هو نديرو ان شاء الله يتفور. بسم الله مزيان. البرمة كيما قلت لكم راه طول مني سي بوغ سا راني تشوفني مرة كنحرك بيديا الدجاج فراج، ودابا ميمكنليش نحرك بيديا حيت بلاصة سخونة. فوالا هانتوما البنات، من بعد البخار مطلع مزيان خليتو طاب مزيان شي 15 مينوت. دابا غادي نعاودو معاكم ان شاء الله. بسم الله نبدا نخوي في الكسعة يا البنات. بسم الله يا ربي تبارك الله، جوج كيلو كيعطيو الخير والبركة. فوالا دابا غادي الماء غادي ندخل فيهم الملح كما كتشوفو. نخلط الملحة والماء دابا غادي بسم الله اش كيجي بنين. نحرك الله شحال سخون. بسم الله اش كتدخل ديك الملحه مزيان. الله عرفتي السخانه كتطلع منو مزيان جوي. سي بوغ سا ما بغيتش ندير ليه الماء في الاول بزاف باش ندخل فيه الملحه مزيان. ملي كتربيوه في الاول ما كيهزيكمش الماء، الملحه ولا صوص سخون سخون ما نقولش لكم البنات. المهم باش ما نطولش عليكم غادي نبردو مزيان وندخل نبردو غندخل الملحه مزيان ونرجع معاكم. غادي نشوفوا الخضره ديالنا واش طايبه. ثم الدجاج بدا كيطيب هانتوما كتشوفوا البنات الدجاج بدا كيطيب. الدجاج اصلا كيطيب دغيا الحار. نشوف واش طردق لا مزال الكره عاودت كتدخل فيها الطياب مزيان. شوفوا اللفت حتى هي والكورجيت حتى هي الحمد لله.
غادي يجي مره غادي نعاود نطلعو انكور الطعام ان شاء الله يطلع اون فوا دوزيام فوا سي بون وغادي نحطو ان شاء الله نتوما لاصوص كيفاش كتجي شتو لاصوص كتجي غزاله مازال ما درتش فيه لاصوص طوماط عاد غادي ندير ان شاء الله ولا غادي نديرو شويه ديال لاصوص طوماط باش كتعطي لا كولور ميبقاش الطعام هكاك صفر صفوريه هما تبدل اللون غير البرمه كيما قلت لكم راه طويله سي بور سا كتسمعوا لي كنتقلقل هنايا يلا ان شاء الله دابا غادي نكمل الكسكاس ندخل فيه الملح مزيان وغادي يردو يطلع ان شاء الله صافي هو البنات من بعد ما طاب السكسو ديالنا ولا الطعام ديالنا ما سمحوا لي البنات ما غاديش نقدر ندير لكم الحطه ولا نحطو كما قلت لكم هذا غادي يمشي لشي ناس ماقدرش نحطو في داري ان شاء الله الا بغيتو الحطه راه عندي ديجا السكسو راني حطيتو في القناه شوفوا ان شاء الله الحطه وكلشي كيعرف تبارك الله يدير الحطه انا بغيت غير نشارك معكم هذه الصدقه صافي الى الفيديو المقبل ان شاء الله ما تنساوناش من اللايك والبارطاج والكومونتير وميرسي على كل شيء ان شاء الله الفيديو المقبل بحول الله.